برنامج كابيتانو مصر كان عندها إصرار على تحقيق تجربة احترافية حقيقية للعيبة المستقبل، وده اللي ظهر في تجهيزات معسكر كابيتانو مصر. كان لازم الاهتمام بكل التفاصيل. المساحات الخضراء الواسعة اللي هتساعد اللعيبة على الاسترخاء، ملاعب مجهزة على أعلى مستوى للتدريبات والإحماءات، غرف 5 نجوم مع خدمات متميزة، صالات الألعاب الرياضية لتطوير قوتهم البدنية، مطعم على أعلى مستوى بيشتغل حسب النظام الغذائي الموضوع للعيبة، حمامات سباحة للتدريب والترفيه، قاعات للمحاضرات، ومنطقة ألعاب لتجديد النشاط وبناء روح الفريق. كل ده كان لازم يكون جاهز بكل تفاصيله لاستقبال نجوم كابيتانو مصر، عشان نضمن تقديم تجربة استثنائية ليهم، ويبقى دور كل واحد فيهم يطلع أحسن ما عنده. ميعاد محدد للصحيان كل يوم لكل فريق، نظام دقيق مش كل اللعيبة كانوا متعودين عليه، وبداية اليوم دايماً مع الفطار اللي كان فرصة للعيبة يتعرفوا على بعض في أول أيام المعسكر. بعد الفطار اتوجه اللعيبة لأوضهم عشان يجهزوا للتدريبات والماتشات، وفي الأوض كان مستنيهم مفاجأة لبس كابيتانو مصر.